إلى سوريا الآن، ووفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة هناك، توفي 7 أشخاص على الأقل في 3 محافظات سورية جراء إصابتهم بالكوليرا، في وقت يسجل المرض انتشارا في البلاد للمرة الأولى منذ العام 2009. وأكدت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 53 إصابة موزعة على 5 محافظات من إجمالي 14 في أنحاء البلاد، العدد الأكبر منها في حلب. وحذرت الصحة العالمية من مغبة انتشار الكوليرا في سوريا، وقالت ردا على سؤال لوكالة فرانس بريس إن خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات أخرى مرتفع للغاية.